واحده عشان واحده كلمت واحد ولا سلمت عليه خلاص بقى في علاقات. لازم الناس تفهم، ومش عشان سلمت عليه يبقى الدنيا تهدت. والد الشناوي بيظهر لأول مرة وبيكشف مفاجأة عن علاقة نجلو حارس الأهلي بالحكمة الأمريكية تاري بنسا. يا ترى إيه الحكاية؟ ده ولدي وده شغلة عيال صغيرة، دي حاجة مش محتاجة كلام يعني. الساعات اللي فاتت اتصدر محمد الشناوي حارس النادي الاهلي محركات البحث بعد المشاهد اللي جمعته بالحكمه الامريكيه تاري بنسو اللي ادارت لقاء الاهلي واوراوا الياباني في مباراه تحديد المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه. مزاعم وكلام كتير انتشر على منصات التواصل عن علاقه الشناوي بالحكمه بعد ما بدات تتودد لنجم النادي الاهلي وراحت له مخصوص تسلم عليه في اكتر من مشهد. مش بس كده، لكن كمان الجماهير قالت ان الحكمه واضح ان عينيها من الشناوي، خصوصا انه اللاعب الوحيد اللي عملت معاه كده في اللقاء. والد الشناوي بيظهر لأول مرة وبيكشف عن كواليس علاقة ابنه بالحكمة، وهل فعلاً في أي علاقة بتربطهم بعد الإشاعات والمزاعم الكتيرة اللي انتشرت على منصات التواصل، خصوصاً إن الشناوي خارج من علاقة جواز وبقاله أكتر من 3 سنين مطلق. لكن والد الشناوي اتكلم عن المزاعم دي وقال في تصريحاته كل الكلام ده إشاعات مش أكتر وكلام فارغ، هي عشان واحدة سلمت على واحد أو اتكلمت معاه تبقى الدنيا تهدت؟ الكلام ده مش صحيح ومفيش حاجة بين الشناوي والحكمة، كل ده كلام بيتقال على منصات التواصل لكن ملوش اساس من الصحه والغرض منه اثاره الجدل مش اكتر. ده جمهور وكلام كله كلام فارغ، ده حاجات كلها ما يعني انا ما اسلم عليك ولا اصور معاك يبقى الدنيا اتهدت. الحكمه الامريكيه مش اول مره بتثير الجدل بالمشاهد اللي عملتها مع الشناوي، لكن سبقتها حركه مثيره ليها مع لاعب نادي اتحاد جده السعودي في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم للانديه بعد الغمزه الشهيره اللي عملتها في المباراه لنجم الاتحاد لما بصت له وغمزت له بعينيها في لقطه انتشرت على السوشيال ميديا وتسببت في جدل كبير وقتها. لكن بحسب المقربين من الشناوي انه ما كانش متوقع رد فعل الحكمه معاه وانه الموقف كان عادي وجايز يحصل وانها في كلامها مع حارس الاهلي اشادت بمستواه، خصوصا ان الشناوي قدم مباريات كبير واثبت قدراته وبالتحديد في مباراه الاهلي واتحاد جده السعودي. على الجانب الثاني والد الشناوي كشف كمان عن مفاجات بخصوص نجله وطقوسه في المباريات، وقال ابني قبل اي مباراه بيكلم والدته ويقول لها يا حاجه انا عندي ماتش وهنزل الملعب دلوقتي ادعي لي، ابني عارف ربنا وبار بينا عشان كده ربنا بيوفقه في كل الماتشات. كمان اتكلم والد الشناوي عن العروض اللي بتيجي لابنه في الفتره الاخيره وملف رحيله عن النادي الاهلي، وقال ان الشناوي عارف قيمه وقدر النادي وفضله عليه عشان كده مستحيل يمشي من النادي الاهلي الا بموافقه الاداره والعروض اللي بتجيله في ايد الخطيب واحنا تحت امر النادي الاهلي. وقال والد الشناوي كمان انه بيعتز بابنه اللي وصل له بتوفيق من الله وبمجهوده، وانه لما كان صغير كان شقي جدا وكان مهتم بلعب الكوره وكان حارس مرمى في نادي الحمول وتهافتت عليه الانديه ومنها نادي الزمالك والاسماعيلي والاهلي وغيرهم من الانديه لكنه فضل النادي الاهلي. ده جمهور وكلام كله كلام فارغ، ده حاجات كلها ما يعني انا ما اسلم عليك ولا اصور معاك يبقى الدنيا اتهدت؟ مش محتاجة الكلام ده، يعني لازم الناس تفهم الكلام ده.